مرحبا ألف مشاهدين الكرام في برنامج صيف ديرتنا. هذا البرنامج اللي هو منكم وإليكم، ونستعرض فيه جميع مناطق المملكة. صيف ديرتنا مشاهدينا ينطلق من هنا، من منطقة عسير، وتحديدا من عروس الضباب أبها، هذه المدينة التي تحتضن الكثير من التاريخ والثقافة والفنون، ويتجول فيكم بين أرجاء مملكتنا من كل مكان للعيش بأجوائها وتضاريسها الجاذبة بين قمم الجبال والأماكن الأثرية. مشاهدينا حياكم الله، ونبدأ معاكم بعناوين حلقتنا لهذا اليوم. جوهرة الصحراء العلا تتباهى بجمالها. شواهد التاريخ في طبب التاريخ. حياكم الله مشاهدينا في صيف ديرتنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، زي ما عودناكم في صيف ديرتنا نبدأ حلقتنا بعناوين وأخبار من مملكتنا الحبيبة. الخبر الأول مشاهدينا الكرام يقول: نظم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء بالتعاون مع منظمة أركاديا إيرث المعرض التفاعلي البيئي ثري، الذي يسلط الضوء على القضايا العالمية والتحديات البيئية الأكثر أهمية في العصر الحالي، وذلك من خلال استضافة مجموعة من الأعمال الفنية لأبرز الفنانين من حول العالم واستخدام أبرز التقنيات الحديثة والتفاعلية مع الزوار. ويقدم المعرض الذي يقام خلال الفترة من شهر مايو إلى شهر سبتمبر من عام 2021 تجارب فريدة توضح للزوار المشاكل البيئية لكوكب الأرض عبر مجموعة من التراكيب الفنية التفاعلية وشاشات متعددة تصور المستقبل باستخدام تقنيات الواقع المعزز والافتراضي والموسيقى ورواية القصص، إلى جانب التطرق لأهمية الغابات تحديداً المنغروف وأكثر النظم البيئية المهددة في العالم كندرة المياه والاستهلاك المفرط للبلاستيك والشعاب المرجانية والتنوع البيئي من حولنا. خبرنا الثاني مشاهدين الكرام يقول: أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها تراقب مستويات المياه الجوفية في جميع مناطق المملكة عبر حفر المئات من آبار المراقبة الموزعة على ما يعرف بالرف الرسوبي والدرع العربي من المملكة. وفي هذا السياق أوضح نائب مدير إدارة موارد المياه بوكالة المياه المهندس محمد الشهري أن الوزارة حفرت 456 بئراً لقياس ومراقبة التغير في مستويات المكونات الحاملة للمياه الجوفية الرئيسية أو الثانوية في جميع مناطق المملكة، وذلك في مناطق الرف الرسوبي، ومراقبة مستويات المياه الجوفية المتجددة داخل طبقات رسوبية للأودية والحرات في مناطق الدرع العربي على المدى الزمني والقريب على المدى الزمني القريب والبعيد. هذه مشاهدينا أبرز ما جاءت به فقرة الأخبار في صيف ديرتنا لحلقة هذا اليوم اللي نقدمها لكم من هنا، من هالأجواء الجميلة، الأجواء الساحرة اللي ما ينقصها إلا وجودكم فيها والاستمتاع فيها مع التقيد طبعا بالإجراءات الاحترازية اللي فرضتها طبعا كل الأجهزة والجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية. أحبتنا وسط الجمال ارتبطت هواية الرسم التشكيلي بالإبداع والتجديد والخروج عن المألوف، ومن الجميل أن يرتبط هذا الفن بالتاريخ والعراقة والأصالة في كل مناطقنا. هذا ما يتميز به ضيفنا الفنان التشكيلي محمد اليامي اللي موجود معي هنا في الاستوديو. أستاذ محمد حياك الله وسعداء جدا بوجودك. الله يسلمك، وسعيد بكون في قناة السعودية القناة الأولى، والله يحييكم ومرحبا ومسهلا في
أبها البهية. أبها جميلة، أبها فاتنة، وأعتقد هي ملهمة الشعراء والفنانين، ولها نصيب في ما تقدم من لوحاتك. أكيد مدينة أبها مدينة تلهم أي مبدع، سواء الفنان التشكيلي، سواء الكاتب، فجمال المنطقة وطبيعتها الجغرافية أكيد لها تأثير كبير على الفنان، فيستلهم منها جمال الطبيعة، الألوان، العناصر، الموروث اللي موجود في منطقة أبها أو في مدينة أبها وفي الجنوب بصفة عامة. فالفنان التشكيلي أكيد أنه يستلهم كثير من العناصر اللي موجودة عندنا، البيئة المحلية بالضبط، يتأثر ويتأثر بالبيئة المحلية. إحنا نلاحظ في أبها وإحنا ماشيين في الشوارع والزوار يلاحظون الكثير من الجداريات، من الأعمال الفنية لكبار التشكيليين السعوديين، من أبناء عسير وأيضا من خارج المنطقة. كلمني عن هالمشاركة بين الفنان التشكيلي والمدينة وترك أثر تشكيلي داخل هالمدينة يبقى على مدى الزمن. نعم، فيه كثير من الجداريات موجودة في مدينة أبها، ولعل كثير من الرواد الموجودين الفنانين الكبار ما شاء الله زي سعود القحطاني وعبد الله الشلتي ومبرع عسيري وكثير من الفنانين وفايع الألمعي لهم البصمة الموجودة، البيئة أثرت فيهم، فلهذا نجد الجداريات الجميلة. وهناك توجه واهتمام من سمو الأمير تركي حفظه الله في إظهار المدينة بشكل جميل، بجداريات جميلة تواكب العصر وتواكب رؤية المملكة الحديثة، وتوجه سيدي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ودعمه للفن التشكيلي والفنانين باقتناء كثير من الأعمال لهم، وموجودة كثيرة في صحيح موجودة في مكتب سمو ولي العهد، ولعل من الفنانين الذين اقتنى لهم سيدي ولي العهد اقتنى لي 6 أعمال، فهذا شرف لكل فنان أن يكون له عمل أو بصمة فنية موجودة في هذه الأماكن المهمة. جميل جدا. نحن اليوم موجودين في أبها في حديقة أبو خيال، تحديدا نبث على المشاهدين الكرام من خلال صيف ديرتنا، وعندنا واحدة من لوحاتك اللي أعتقد هي مستوحاة أيضا من التراث العسيري لمنطقة عسير اللي دائما تكون أنت حول هالأجواء. كلمني عن هاللوحة، وأيضا أنت هل تستغل وجودك في هالحدائق العامة في أنك ترسم أو تشارك الزوار وتعلمهم بعض الرسم برضو من خلال مرسمك اللي موجود في المنطقة؟ نعم نعم، بالنسبة للعمل هذا أو الأعمال هذه أستلهم فيها العناصر اللي موجودة مثل القط العسيري، نعرف أنها الآن أصبح في اليونسكو موثق صحيح وموجود، فكثير من العناصر أستلهمها في أعمال الفنية، ولكن بشكل معاصر بعض العناصر أوظفها في العمل الفني بحيث لا تفقد هوية المنطقة أو الأصالة. فعملي هذا موجود فيه كثير من العناصر اللي موجودة في القط العسيري اللي موجود في مدينة أبها وفي منطقة عسير. أيضا هناك بعض المشاركات في الجمهور، هناك تكون بعض الورش التفاعلية، الجو الجميل نستطيع من خلاله إشراك الجمهور والزائر لمنطقة أبها، يعتبر هذا من وسائل الجذب السياحي، والفن التشكيلي رافد مهم من روافد الجذب السياحي، فأحيانا يكون هناك ورش أو يكون لايف مع الجمهور. صحيح، هذا اللي عشته معك أنا، يعني شاهدينا كنا قبل الهوى أنا وأستاذ محمد، يعني كان يرسم وكان الجمهور خاصة الأطفال يعني متبع. سعيدين أنهم يقابلون فنان تشكيلي ويسألونك عن الألوان وعن طريقة أكيد. الرسم وعن طريقة استوحاء الفكرة أو يعني إحضارها وتجسيدها على في لوحة. لو تكلمنا عن الآن مرسمك الشخصي في أبها بالإضافة إلى المركز الثقافي اللي موجود في أبها اللي هو المفتاحة، كيف انعكس هذا على يعني قيام نهضة فنية وحركة تشكيلية داخل هالمدينة الجميلة؟ وإحنا نشوف في السودة برضو هذه واحدة من أهم أعتقد محفزات الإلهام للفنانين التشكيليين. أكيد مدينة أبها السودة راح تلهم الفنان. مركز الملك قرية المفتاحة التشكيلية
من الروافد المهمة للفن التشكيلي، حيث هي يعني مركز ثقافي فني تشكيلي أنتجت وتخرج منها العديد من الفنانين الآن وصلوا إلى العالمية. فحقيقة قرية المفتاح التشكيلية من الروافد المهمة والجميلة اللي موجودة في مدينة أبها. جميل جدا. لو تكلمنا الآن، أنت كل أعمالك أستاذ محمد متخصصة في القط العسيري أو في تدور حول هالهوية وهالتعريف؟ أعمالي أنا استهويني المدرسة التجريدية، ولكن لي تجربة ومشروع في القط العسيري بمشروع كامل، بحيث أني أوظف كثير من العناصر اللي موجودة عندنا الجميلة بطريقة معاصرة تواكب العصر، ويكون فيها أسلوب الرمزية والاختزال للعمل الفني. اختزال للعمل الفني زي ما نشاهد في العمل اللي موجود أمامنا، الألوان اللي كانت موجودة الأساسية أول كان فيه استخراج الألوان عن طريق مزج الألوان، تكون من الطبيعة، من الأشجار، من الأحجار، من الأشياء هذه، فتكون قريبة منها ولكن بطريقة تكون حديثة ومعاصرة، فزي العمل اللي موجود أمامنا الآن. هل بيزورك سياح في مرسمك من خارج يعني الدول العربية، تحديدا من دول أمريكا وأوروبا والدول غير ناطقة بالعربية؟ يعني إيش أكثر أسئلة يسألونك عن، يعني إحنا نعرف الفن التشكيلي أغلبه أو أكثره يا مناظر يا بورتريه، لكن صح. القط العسيري الأمور هذه غير معروفة يعني. صح. فيه زوار كثير من الدول الأجنبية، خاصة في فترة كنا في قرية المفتاح التشكيلية، الوفود الأجنبية تقتني الموروث الثقافة سواء عندنا في الجنوب أو الهوية الإسلامية، الخط العربي، كل هذه الأشياء يعني تكون هي اللي تستهويهم أكثر شيء. فالمرسم الخاص واستديو الخاص فيني الآن بدأ إن شاء الله، تونا بدأنا فيه ما شاء الله، فيها عدة أساليب سواء الأسلوب الزخرفي حق المنطقة أو المناطق المملكة كافة، في منطقة نجد، نجران، الشرقية، الغربية، فكثير منها موجود في أعمالي، ولكن الأسلوب أو المدرسة التجريدية يعني كثير ما أستخدم هالأسلوب. بصفتي كأكاديمي أنا اتجهت للمدرسة التجريدية بشكل كبير. كل فنان له يعني له أسلوبه وله شغفه في الأسلوب اللي هو يتقنه. نعم. ويعني حتى لو كانت مميزات الأسلوب الثاني أفضل، لكن هو مبدع في هذا الأسلوب وهو يحبه. أكيد. نشكرك جدا، وإن شاء الله لنا زيارة في مرسمك بإذن الله تعالى، وبإذن الله كمان أبها تحظى بإقامة معرض للوحاتك أستاذ محمد. شكرا جزيلا لتواجدك، كل التوفيق لك بإذن الله. العفو، وأشكركم وأشكر القناة السعودية، ونتشرف فيكم طال عمرك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، صيف ديرتنا يتواصل معكم من هنا من حديقة أبو خيال في أبها البهية، أبها الغيم، أبها المطر، لكن بعد هذا الفاصل. يا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم. طبعا عدسة المواطن اليوم بنتجول فيها من هنا من منطقة عسير، لكن قبل ما نروح لعدسة المواطن مشاهدينا الكرام، تزخر منطقة عسير بالكثير من القلاع والقصور الأثرية التاريخية التي تحمل الكثير من الرموز والأهمية الوطنية، منها قصر أبو سراح الموجود في منطقة عسير، واللي يسرنا أن نرحب بضيفنا عبد العزيز أبو سراح الذي أشرف على ترميم هذا القصر وإعادة الحياة لجدرانه التاريخية. حياك الله أخي عبد العزيز. سعداء جدا بوجودك معنا. كلمني أول شيء عن قصر أبو سراح، تاريخيا هذا القصر ماذا يمثل؟ كم عمره التاريخي؟ حياكم الله وشاكر لكم هذه الاستضافة.
قصر أبو صلاح ليس قصر، هي مجموعة قصور، هي عبارة عن ثلاثة قصور، تعتبر الأكبر في منطقة عسير كقلاع منفردة يملكها شخص واحد، تبلغ مبنية من الحجر ومن شجر العرعر، ارتفاع المبنى منها أحدها 6 طوابق وأحدها 7 طوابق ما شاء الله. لها عمق تاريخي ودلالة تاريخية على حقبة عاشتها منطقة عسير، يستحيل أن نرى مثل هذه المباني وليست شاهد على ثقافة وعلى حضارة وعلى تراث للمنطقة عريق، وبالتالي تراث للوطن الغالي. عمرها ما يقارب 200 عام، تم الانتهاء من بناء آخرها عام 1252 هجرية، بناها الشيخ لاحق بن أحمد أبو سراح. تقريبا بنيت في فترة زمنية واحدة، يعني في فترة زمنية واحدة تقريبا بنيت جميعها الثلاثة قصور في 20 سنة. والشيخ لاحق أبو سراح كان شخص له مكانة اجتماعية في ذلك الوقت، من ضمن الأسرى الذين أسروا إلى تركيا وتوفي في تركيا رحمه الله، فله عمق تاريخي للمنطقة مهم، ونستشعر أنه كأسرة أنه يمثل المنطقة، فلا بد أن تكون مخرجاتنا كما يجب. الترميم أو التعامل مع البيت الأثري يختلف مع التعامل مع طبعا. أي بيت آخر يعني طبعا. حتى المواد المستخدمة في الترميم يجب أن تكون بمعايير عالمية ومواصفات مهمة حتى تحافظ على البيت وتحافظ صحيح. على استمراريته. صحيح. من فين انطلقت في الترميم؟ انطلقت من الترميم، أو بالأحرى الدافع للترميم. الدافع للترميم هو الشغف. أنا هذه القصور أحبها من أنا صغير، وكان حلم بالنسبة لي أن أعيدها للواجهة وأنها تبقى. ربما لأني قارئ أستطيع أقول جيد للتاريخ، أعرف قيمة مثل هذه المباني للمنطقة. هي شواهد ثقافة، شواهد حضارية، شواهد اجتماعية مهمة لمنطقتنا. فكان الدافع لترميمها هو الشغف بالتراث، بالمباني التراثية. ما بدأت في الترميم إلا وأنا ماخذ فكرة كاملة عن كل مشكلة وحلها، الطرق اللي مستخدمة في حل المشكلة، الأدوات المستخدمة، وكيف تصل لاحترافية عالية أنك ترمم وما تنزع هوية القصر. لأنك إذا نزعت هويته في الترميم ما استفدت. أفسدته. نعم بالضبط. فالحمد لله وفقنا في ذلك. هل استخدمت أيادي من البيئة المحلية، من أهل المنطقة كانوا مشاركين في البناء حتى لو كان يعني أعمارهم؟ ما كنت أستطيع أني أصل لحل بعض المشاكل بدون استعانة بهم. استعانة بخبرتهم، استعانة بعض الأمور الدقيقة جدا يحتاج أن نستشيرهم. هذه القصور أنا ما عشت فيها. صحيح. وأعتقد حتى أجزاء القصر أو أجزاء البيت القديم يعني كان لها أسماء غير بالضبط. يعني في اسم زي طراد، زي الريشة، زي صدقت في أسماء يعني ما تعرف لو قال لك اللي قبلها. كل المباني القديمة أو القصور القديمة في المنطقة هنا ما في قصر إلا له اسم. كل قصر له اسم ولها دلالة ليه سموا هذا الاسم، إما تكريم لقبيلة، أو ذاك الوقت كانوا يعيشون مرحلة الصراعات وحروب مع الأتراك، كان يسمى بقبيلة لحمايتها أو باب التكريم للقبيلة. أيضا داخل القصر كل غرفة في القصر لها اسم. صحيح. والاسم هذا ليس متعارف عليه داخل القصر، بل أهل القرية كلهم يعرفونه، سواء أهل المنطقة، لأن المنطقة بالضبط كلهم يكون الاسم تقريبا بالوظيفة، وظيفة الغرفة، أو بمن سكن فيها، أو بشكلها. مثل إيش؟ عطني. يعني مثلا عندنا مثلا في القصر عندنا فيها تقريبا حوالي 36 غرفة ما شاء الله. في واحد من القصور بعض البيوت اسمها بيت الحسين، خلوة أحمد، عشارية، غصف. هذه طبعا غصف من الأسامي اللطيفة. الغصف في اللغة العربية شدة الظلام. صحيح. إيه. الظلمة، لأن الغرفة هذه مظلمة سموها مغصف، هذه اسم من الصدى. هذه ما تجيها الشمس يعني. من الصدى ما تجيها الشمس. يعني كما صادر الضوء عندهم الفوانيس أو الأتاريك. صحيح. والشبابيك. صحيح. أو الكتر، فهذه ما فيها كتر فسموها غصف. فكانت الأسامي تطلق بسبب من سكن فيها أو صفة الغرفة أو استخدامها. طيب خلينا نتكلم الآن بعد إعادة الإحياء، كم استمر عملية الترميم؟ استمرنا في عملية الترميم 8 شهور ما شاء الله. يعني الآن مستقبل هذه القصور؟ الحمد لله إحنا هذه السنة الثالثة في اللي دخولها في مجال السياحي في المنطقة. فتحتوها للسياح؟ فتحناها للسياح، وتحظى بإقبال رهيب. واكتشفت بعد ما خلصت، أنا ما كنت عارف ردة فعل الناس، كان ردة فعل الناس من أول ما بدأت هي الحافز والدافع أني أخلصها في المدة. طبعا ضخامة القصور
يستحيل انك تصدق انها سنه وثمانيه شهور خلصتها، لكن كان الدافع هو تفاعل الناس. لما خلصنا تفاعل الناس سواء من داخل المنطقه ابناء المنطقه او من خارج المنطقه او مسؤولين او معنيين بالسياحه، تفاعلهم كان شيء يعني شيء بالنسبه لي سعيد جدا. استغلنا هذا الموضوع واستغلنا المجال السياحي في ايصال رسالتنا اللي هو تاريخ الانسان للمنطقه، نحاول ان نوصله من عبر بوابه هذه القصور والتركيز عليه، كيف كانوا عايشين، طريقة عيشتهم، تاريخهم الثقافي، تاريخهم الإنساني، من يعني تدخل القصر كأنك داخل قصة. يعني أنت كاملة. بتعيش السائح تجربة. تجربة نعم. ترجع فيه بالزمن 200 سنة الوراء. بالضبط. وهذا اللي نسعى له. هل لازالت أجزاء القصر تقوم بدورها زي ما كان؟ يعني على سبيل المثال المكان اللي بتبخون فيه أو يحضرون فيه الطعام. موجودة كلها. هو موجود، لكن هل يعمل؟ ولا انت لا، احنا للمشاهده احنا نستخدمه احيانا تكون في بعض التجارب الحيه لاستخدامات الغرفه هذه. هذه غرفه المشوره، هذا ايه؟ مجلس، هذه الملاهب، حتى يعيش التجربه من بدايه. بالاضافه الى انه من يدخل بوابات القصر هو يعيش قصه القصر لحد ما يخرج. فلذلك التور عندنا داخل القصر للي محب للتراث ياخذ من ساعه ونص الى ساعتين لربع، وهذا وقت كثير في زياره متحف. طيب اسمح لي، مثل هالمواقع موجودة في كثير من دول العالم الأوروبية وذا، يكون معها خدمات مرافقة. طبعا. هل قمت بتوفير هالخدمات؟ على سبيل المثال محل القهوة والشاهي، محل يعني الأطعمة الخفيفة. صحيح. يعني حتى الواحد بيضرب مشوار أو مسافة طويلة، السياح بالذات اللي ما يعرفوا المنطقة حتى يوصل يمكن يحتاج. صحيح. من هالمشروبات. احنا في القصور خضنا تجربة قد تكون رائدة في المنطقة في هذا المجال، واللي تعاوننا مع أحد المقاهي اللي يقوم عليها شباب سعوديين في مدينة أبها، براند معروف، اسم محلي. يعني اسم محلي، هذا التميز في ايه، حتى أعتقد في المشروبات لازم يكون محلي. بالضبط. براند رشفة. صار فيه مكس أو تعاون جميل، إخراج جميل. أنا أشوفه مذهل، أشوفه تجربة فريدة، أنك من تراث تنتقل إلى قهوة مختصة بالثيم حق القصر. نجحوا الشباب، وأنا دائما أقول هذا الشيء من خلال تجربة الشاب السعودي وشباب منطقتنا تحديدا، كوني منهم، إذا أعطوا فرصة مبدعين وخلاقين. فعندنا هذه الخدمة اللي هي خدمة جميل. مقهى، أيضا خدمات الأشياء الخدمية اللي متتعلق للي يحتاجها الزائر متواجدة في القصر. الآن خلينا نتكلم عن هالتجربة، سنة ونص، ويمكن قبلها من التفكير أكثر من سنة، حتى وصلت اليوم للثمرة اللي أنت تشوفها. كيف مردود هالسنوات كلها على تحصيلك الثقافي في موضوع المحافظة على التراث؟ الحمد لله. أنا دائما أقولها، ربما أنا أقول أنها حلت علي بركة هذه القصور. قد يكون فيها جزء من إعادة ترميمها لو افترضنا أنه بر بالآباء. القصور هذه الجد السادس، فأكسبتني خبرة، أكسبتني نوعية علاقات مختلفة، أكسبتني هدف أنا أسعى له ورسالة أنا دائما لكل زائر أحاول أني أوصلها. نشوفها الآن على الشاشة معنا. إذا كان أحاول أني أوصل هذه الرسالة من خلال هذه القصور، فلما يخرج من عندي سائح أو زائر وأجد هذه الرسالة وصلت، أشعر بإنجاز كبير. معلش اسمح لي، خليني أدخل في تفاصيل بعض هالقصور. يعني أشوفها ما شاء الله مباني متلاصقة، متجاورة، مشيدة بشكل متقن هندسيا. نعم. لكن خلينا نقول، كم كانت من أسرة تعيش فيها مع بعض؟ في البداية اللي وهل هي كلها لأسرة واحدة أم كان في يعني أماكن للضيافة، أماكن لل هي لشخص واحد إيه، لشخص واحد اللي هو الشيخ لاحق أبو سراح، ومن بعده أولاده. كانوا كل أسرة أبو سراح ساكنين في هذه ثلاثة قصور، قصرين، قصر كان للشيخ لاحق، وقصر كان تقدر تقول للخدمة بعد ما سكن في واحد الثاني، والثالث كان ضيافة. زمان الضيوف اللي هو أصغرها، زمان كان الضيوف ما هو زي اليوم نص ساعة وساعة ومشوا، لا، كان يجلس بثلاث أيام بالأربع أيام. فمخصص لهم أحد المباني عبارة عن ثلاثة طوابق، في كل طابق مجلس وثلاث غرف نوم، عشان يأخذون راحتهم وما يحسون بالإزعاج أو أنهم ضايقوا أهل البيت. فكان في القصور الثلاثة لم يسكنها سوى أسرة أبو سراح. وهذا اللي فلسفة السياحة في عسير أعتقد تقوم على أنه هو جزء من أصالة إنسان المنطقة. نعم. أنه إنسان مضياف، متعود دائما على الضيوف، متعود على استقبالهم، على الترحيب فيهم،
على انهم يقعدون عنده حتى يشاركونه في بيته بالضبط، ما هو بس فقط في وسلوك اجتماعي. وسلوك اجتماعي، سلوك اجتماعي كان في كل قريه، ولا قاطعك، زمان في منطقه عسير كان في كل قريه، وهذه من ضمن المعلومات اللي ياخذها زائر القصر، في كل قريه في منطقه عسير كان فيه ضيافه، وكان يسمونها منزاله. منزال، صحيح. نعم صحيح، لكل ضيافه اللي عابر السبيل سواء عرفوه او ما عرفوه، ويتشاركون اهل القريه برضه في الضيوف اللي يجون اذا كانوا مجموعه كبيره. بالضبط. يعني يتوزعون على اكثر من منزل. مالك حق انك تتوحد بالضيف، لازم يشاركون في ضيافه. هذا اللي ابغى اسال عنه، انه الان عسير مقبله على افاق سياحيه واسعه. نعم. كيف تشوف مستقبل هالقصور وهالحصون في مستقبل عسير السياحي مع الخطط والبرامج اللي طبقت واللي لا زالت تطبق؟ يعني في بنيه تحتيه سياحيه ضخمه في منطقه عسير. لو جينا لمقومات السياحه في عسير ستجدها الجو الجميل، الجو الجميل، البيئه الجميله، وجزء منها نعم وجزء منها التراث العمراني. منطقه عسير اتخيل انها، او حسب المعلومه اذا ما خاني الظن، انها المنطقه الاولى على مستوى الوطن العربي في عدد القرى التراثيه، اذا فهو جانب مهم جدا للترويج للسياحه. صحيح. الاهتمام كبير سواء من القياده بالتراث العمراني، الاهتمام كبير من امير المنطقه بالتراث العمراني، لانهم يعون انها هويه. فانت كابن لهذه البلد، علشان او لكي تروج لسياحتك لابد ان جزء منها انك تروج لهويتك، فانا قاعد اروج لهويتنا وهذا من خلال هذه القصور، وهذا دور ملاك القصور. هي نعم. قصور ملكيه خاصه لا زالت يعني اغلبها لعائلات معروفه، الدور صحيح. عليهم منوط انهم يطوروا هالقصور، يفتحوها للزوار. صحيح. ويعيدوا احيائها. صحيح. لانه هذا واجب عليهم، ما صحيح. هو ما هو نوع من انواع الترف. صحيح. ابدا. صحيح صحيح. أنا أشكرك الأستاذ عبد العزيز سراح، وكل التوفيق لك، وإن شاء الله نزورك في هالقصور بإذن الله ونستمتع فيها. المكان مكانكم، ومن الأشياء اللي سعيد فيها إذا استشعر من زارني أن هذا المكان يمثله بإذن الله. وكل ودعوة لكل من يشوفنا اليوم ويزور ومخطط أنه يزور منطقة عسير، أنه يكون في جدوله زيارة قصور أبو سراح الموجودة في منطقة عسير للاستمتاع فيها. مشاهدينا الكرام، صيف ديرتنا مواصل معكم من هنا من أبها، وتحديدا من حديقة أبو خيال اللي بدأ أعداد الزوار يعني ما شاء الله تبارك الله بالتوافد إلى هنا بأعداد كبيرة. لكن خلونا نواصل بعد ما ننتقل إلى هذا الفاصل ونعود. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. صدقوني مهما حاولنا ننقل لكم من صورة من جمال هالجو اللي احنا فيه ممكن نكون مقصرين. الجمال في أبها في هاليومين لا يوصف. لكن مشاهدينا الكرام، عدسة المواطن يحيى المازن تأخذنا من جمال إلى جمال إلى جمال، من موطن جمال الجبال والأودية في محافظة العلا. يشاركنا يحيى المازن بهذه المشاهد للجمال الطبيعي في العلا. نتابع ثم نواصل حلقتنا لهذا اليوم. الله البادي ثم يد بلادي، الله البادي ثم يد بلادي، ديرتي غيرتي حبي اللي في العروق جاري في انقاف صدوق حالي في المشرب ادوق بلادي وغير عز بلادي حب بلادي وغير عز بلادي. الله 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 البادي، الله البادي ثم بلادي، الله البادي ثم
شكرا يحيى المازن على هالجمال اللي شاركتنا فيه من العلا. طبعا نذكركم مشاهدينا الكرام بانه يمكنكم ايضا انتم مشاركتنا في هاشتاج صيف ديرتنا، وباذن الله تشوفون كل ابداعاتكم على هالشاشه الجميله، شاشه قناه السعوديه، ومن خلال برنامج صيف ديرتنا. من العلا الى الجوف مشاهدينا الكرام تنطلق جولتنا وتستمر. طبعا تنطلق في الجوف النسخه 14 لمهرجان زيتون الجوف الدولي بمشاركه 9 دول. خلونا ننتقل مشاهدينا مباشرة إلى زميلنا يزيد السالم مراسل قناة السعودية المتواجد في هذا المهرجان. يزيد أهلا وسهلا فيك، ويا ليت لو تكلمنا عن هالمهرجان. طبعا 14 سنة من النجاح والتميز، أكيد في هذا العام هناك الكثير من التميز وكثير من النجاح والإضافة. اهلا وسهلا، مساء الخير، مساكم سعيد. اليوم الحقيقه نتواجد في المكان الجدا جميل مهرجان الزيتون الدولي 14، واللي بعد قليل سوف يدشن امير منطقه الجوف هذا المهرجان الدولي والكرنفال والعرس التاريخي من منطقه الجوف. السنه هذه غير والاحتفال غير، والمهرجان جدا جميل. يعني الكتاب واضح من عنوانه انه المهرجان راح يكون مهرجان جدا قوي ومختلف عن المهرجانات السابقه. دعني اتحدث عن التطبيقات الاجرائيه الاحترازيه والوقائيه في هذا الموقع والمهرجان، مهرجان الزيتون. من يحمل في تطبيق توكلنا محصن في جرعة أو جرعتين، ومن يحصل على متعافي في تطبيق توكلنا سوف يدخل هذا المهرجان، علما بأن المهرجان يوجد له تذاكر إلكترونية، قيمة التذكرة ب 23 ريال. الحقيقة استعدادات مبكرة لهذا المهرجان، نشاهد تنظيم جدا عالي، نشاهد الحقيقة المشاركين بالفعاليات الحقيقة اليوم محتفلين
من بداية هذا اليوم والعرس والكرنفال التاريخي. دعني أتحدث عن الفعاليات. الفعاليات يوجد 9 مناطق مختلفة للفعاليات. نتواجد في هذا المكان، مكان مقر البوليفارد في مهرجان الزيتون. هذا ما لدينا تحديدا قبل احتفال التدشين عفوا مهرجان الزيتون عند الساعة 9 مساء بمشيئة الله. أعود إليك وإلى الزملاء، هذا ما لدينا في هذا المهرجان. شكرا لك يزيد، وكل التوفيق للقائمين على المهرجان. طبعا الجوف المنطقة العزيزة المشتهرة بالزيتون وبحلوة الجوف وبموية الجوف وبأهل الجوف، طبعا عزيزة دائما وأبدا، وإن شاء الله كل التوفيق لهالمهرجان ومن نجاح إلى نجاح. مشاهدينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم من هالأجواء الجميلة. اسمحوا لنا أنه من الجوف نعود إلى أبها، أبها التاريخ، أبها الحضارة، أبها الثقافة، وتحديدا إلى قصر طبر التاريخي. الزميل فيصل القحطاني زار هالقصر لعد أحد أهم معالم هالمنطقة التاريخية، وعد لنا التقرير التالي. نشاهد ثم نعود ونواصل صيف ديرتنا. في منطقة عسير وتحديدا طبب التاريخية التي ذكرها الهمداني في صفة جزيرة العرب في العقد الثالث من القرن الرابع الهجري كأحد الحواضر، اشتهر الطبب التاريخية عندما كانت العاصمة السياسية والثقافية والاقتصادية الأولى لمنطقة عسير للفترة من عام 1211 للهجرة إلى 1238 للهجرة. احنا نقع الآن في طبب، العاصمة الأولى لعسير ولمنطقة عسير منذ عهد الدولة السعودية الأولى. حقيقة المنطقة منطقة طبب أو وادي طبب أو قرى طبب ذكرها الهمداني عام 328 للهجرة قبل 1100 سنة. القصور اللي هنا عبارة عن مجموعة قصور وحصون داخل مكان واحد، لها مدخل واحد رئيسي مكونة تقريبا من 6 ما بين حصون وقصور، ويوجد فيها 8 مدافن، ويوجد فيها ملاحق ومرابط خيل ومحل الأنعام والأغنام كانت تستخدم منذ القديم. بشكل عام المدافن لا يعرف تاريخ بنائها، وأغلب الأماكن هنا سواء في المنطقة السفلى من البيوت لا يعرف تاريخها، وأحد القصور هنا مبني بطريقة فنية هندسية قديمة جدا وبطريقة يعني نادرة. مكان تحديدا يوجد مكانين الذي نعلم تاريخ يعني بنايتها تحديدا، والمنطقة هذه عاشوا فيها الأجداد والأهل، وأنا من الناس اللي عشت وتربيت في هذا المكان، وهي جزء من طبب التاريخية. طبب التاريخية تضم عدة مواقع كثيرة جدا. الحمد لله احنا بادرنا، وإن شاء الله نكون بداية خير لجميع الأخوة والجماعة بشكل عام في سواء في قرية الحضن في طبب التاريخية أو في طبب كمركز إداري تابع لمنطقة عسير، لوجود عدة قرى متميزة جدا وتاريخية وجميعها تستحق الاهتمام والعناية. وتضم هذه البقايا مصنف ونايد ومجلس عسير، أكبر مجلس أثري بالمنطقة، وطوله 14 مترا و45 سنتيمتر في 4 أمتار وثلاثة حصون أخرى. وتضم هذه القصور المتبقية 49 حجرة وملاحقها بمساحات متفاوتة الأحجام. في برنامج صيف ديرتنا، فيصل القحطاني طبب التاريخية. يا شكرا لكم، شكرا لك فيصل، شكرا جزيلا. طبعا هذا الجمال اللي احنا فيه وهالتاريخ وهالأماكن السياحية الجميلة تنتظركم مشاهدينا الكرام بزيارة، وتنتظر بشوق لاستقبالكم. طبعا راح نستمر معكم مشاهدينا، لكن بعد فاصل قصير خلوكم معنا.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. طبعا زي ما عودناكم في كل حلقة من برنامج ديرتنا وبرنامج صيف ديرتنا نعرض لكم الكثير من الفقرات الثابتة واللي نقدم فيها كل جديد، من أهم هالفقرات فقرة هواياتكم. خلونا نشوف هالتقرير اللي أعده لنا الزميل عبد العزيز الغامدي عن هواية ركوب الخيل من محافظة العقيق بمنطقة البحر. بين الماضي والحاضر ورمز للشجاعة والإقدام والأصالة والرقي، انطلق سباق ميدان فروسية محافظة العقيق بمدينة الباحة بمشاركة 67 جواداً. انقسم المحفل إلى 4 أشواط، الأول مفتوح الدراجات لخيل الإنتاج المحلي بعمر 4 سنوات فأعلى بمسافة 2000، والشوط الثاني مفتوح الدراجات لخيل الإنتاج المحلي بعمر 3 سنوات فأعلى بمسافة 1400 متر. تنوعت الخيول المشاركة فئات وأعمار وموزعة على 6 أشواط، تتوج على كأس وجائزة إمارة منطقة الباحة. اليوم ميدان العقيق بحلته الجديدة يساهم في سباقات السرعة على مستوى مناطق المملكة، ولله الحمد بجهد فردي إن شاء الله تعالى إننا نحصل على دعم بحيث أننا نقيم أكثر من كذا، فالحمد لله رب العالمين. المستوى عالي، الجياد المشاركة كثر، فنحمد الله وأبطال المملكة شاركونا ميداننا. هنا من أرض ميدان فروسية محافظة العقيق نجح بدرجة عالية من التنظيم وسط تطبيق كافة الإجراءات الصحية والوقائية وضمان سلامة القائمين على تنظيم السباق والمشاركين والزوار. للقناة السعودية عبد العزيز الغامدي. شكرا عبد العزيز. طبعا مشاهدينا الكرام لازلنا نتواصل معكم من جديد من هنا من قرية أبو خيال أو منتزه أبو خيال بأبها، ونرحب بضيفنا المهتم بالحرف والثقافة والتراث بأنواعها. نرحب بمن انضم إلينا الأستاذ عزيز باحشوان، حياك الله أخوي عزيز. الله يحييك، مرحبا ألف حياك الله. طبعا باحشوان اسم مشهور من أيام الوالد رحمة الله عليه، من أكثر من 30 سنة وهو يعمل أو أكثر من ذلك في صياغة المشغولات الفضة والفضيات تحديدا. لو تكلمنا عن هالعلاقة بينك وبين الفضة من خلال الوالد. الوالد الله يرحمه طبعا هو اللي زرع فيه حبي وعشقي للفضة، فكان من أقدم صياغ الفضة في منطقة عسير في مدينة أبها. طبعا هو كان يصيغ الفضة المعادن ويبدأ يصلح فيها تحف فنية، أشكال جمالية، حلي تقليدية من أساور وقلايد وأحزمة، فهذا الشيء حببني فيها. وبعد كذا بعد ما طبعا أنا توجهت إلى قرية المفتاحة مركز الملك فهد الثقافي، وطبعا منذ إنشائه إلى أن طلعنا منه 32 سنة وأنا في مجال صناعة الفضة وصياغتها. جميل. غير كذا طبعا أنا شاركت الحمد لله رب العالمين 28 سنة في مهرجان الجنادرية ما شاء الله. إيه نعم، في مجال حرفة صياغة الفضة وصناعتها قمت بكثير من الدورات الحمد لله. الله يعطيك العافية. الله. يعني في 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 استمرارية للمهنة من خلال الأبناء إلى الآن، لكن خلني أتكلم عن منطقة عسير وعلاقتها بالمشغولات. يعني الفن لا يتوقف عند منطقة عسير في الإرث الثقافي أو النمط العمراني، أيضا في المشغولات النسائية في القطع الفضية. يعني لو شفنا الآن زميلنا المخرج محمد الخثران والزملاء المصورين يجيبون لنا هالمجسمات وهالقطع اللي أنت جايبها معنا لمنطقة عسير هوية في المشغولات اليدوية، صحيح؟ أكيد. إيه؟ أكيد. تفضل. طبعا عندنا هنا بعض الحلي التقليدية في منطقة عسير واللي تتميز بها منطقة عسير خاصة، في عندنا بعض القلايد والأحزمة والأساور ومسمياتها القديمة زي الحزام الرعاد، طبعا هذا من الأحزمة القديمة في منطقة عسير، وحزام البوس العافية وحزام المصفح والحزام المفشق، طبعا غير كذا الحزام الكلاليب، في عندنا برضو بعض الأساور القديمة زي المسك العسيرية أو الملويات طبعا مشهورة فيها منطقة عسير، غير كذا الشمايل أو الطفا زي الآن هذه الدمية على
على جيدها فيه. طبعا هذه دمية طبعا أنا من حبي لتراث منطقة عسير وحبيت أني أسوق لتراث المنطقة بالدمى العرايس الصغيرة للأطفال للبنات يعني للأطفال مش للأطفال والكبار يحبون أنهم يقتنون هذه الأشياء يعني يحبون يقتنونها والحمد لله رب العالمين. طبعا هذه الدمية أنا ملبسها هذه اللي على الصدر يسمونها لبة. طبعا اللبة في منها أنواع اللي هي الشعرية والمرتعشة وطبعا في غير كذا انت لو تلاحظ الحزام اللي في الخصر هذا اسمه الحزام المصفح هذا نوع من الأحزمة هذا هو يظهر معنا الآن اللي في خصر العروس ايوه اللي في خصر العروس هذا طبعا تحت اي نعم اسمه هذا مصفح اسمه حزام مصفح لانه بيكون صفايح كل صفيحة تجي على الثاني حزام فيسمونه هذا الحزام مصفح من اقدم الأحزمة في منطقة عسير ونفس النوعية في حزام اسمه ملبوس العافية طبعا هنا انا حاط منها مجموعه من الاحزمه اللي على الارض قصدك. اللي على الارض اللي انا حاطها طيب. هنا طيب اسباب التسميه يعني ذكرت لي المصفح لانه صفائح نعم لكن في اسباب يعني في اسماء هذه اللي قلت لي الرعد طبعا الحزام الرعد لانه من صوته انت لما تسمع صوته زي صوت الرعد اي نعم فكل حزام له مدلول على مسماه وملبوس العافيه من العافيه ان شاء الله انها ما تلبس الا يجيها العافيه باذن الله المسك العسيريه والملويات لانها تمسك في اليد وملويه نفسها تكون ملويه نفس السوارة تكون ملفوفة مبرومة بشكل لوي زي لوي الحبل اي نعم من فين كانوا يجيبون الفضة زمان؟ طبعا الفضة لها أكثر من مصدر في لها طبعا في تجار خاصين بالفضة تجيبها فضة صافي وبعد كذا نبدأ نوزن الفضة ونعاير الفضة وعيار الفضة اللي هو المعتمد اللي هو 925 في الألف في كل كيلو جرام نحط 75 جرام نحاس يعني يكون وزن الكيلو كامل 1000 جرام في 75 جرام نحاس فهذه تكون عيارة 925 في الألف نبدأ بصهر الفضة طبعا نصهر الفضة نحولها إلى سبائك في سبائك تكون هذه كلها أنتوا تسوونها هنا في أطلع إنام إنام أنا أصنعها بيدي ممتاز أنا أصنعها بيدي هذه الأشياء اللي أنت شايفها والحمد لله أقدر أصنع القرايد القديمة والحديثة ما شاء الله الحمد لله متمكن منها طيب لو تكلمنا اليوم وين موجودة هالقلايد في خارطة سوق الحلي في منطقة عسير بالنسبة الحمد لله رب العالمين بما أنك ذكرت أنا الآن متواجد شخصيا في مقر جمعية الثقافة والفنون بأبها وأشكر الأستاذ أحمد السروي اللي منحني ركن خاص ويكون مقر رئيسي لي لأظهر به أعمالي الفنية لا أنا أتكلم عن وين موجودة في يعني الآن صار في أسماء عالمية في صياغة الذهب والمجوهرات هل لازالت الأشكال مثل الصفائح أو الأعمال اليدوية لازال لها زباينها هل لازالت قادرة على المنافسة لكل الأسماء الكبيرة اللي موجودة الآن في سوق الحلي والمجوهرات والله يشوف الصناعة اليدوية أنت اللي تثبتها وتثبت وجودها والذوقين يحبون أنهم يقتنون بعض القطع اللي تكون فيها حس فني وشغل يدوي صح. لأن ذا الحين في منافسات كثير وفي مصانع بس برضو الشغل اليدوي كلها طابع خاص يكون لها طابع خاص في إنتاجه وفي عمله أنت برضو عندك اهتمام بالجانب الثقافي في كتابة الأختام أو الأسماء صحيح صحيح كلمني عن هذا الجانب طبعا الحمد لله رب العالمين متمكن من كتابة الأختام يدوي والنقش سواء بالمسمار القلم طبعا طبعا في أكثر من قلم ننقش فيه وفي بالمطرقة نبدا حتى الرسم ممكن ارسم لك لوحه فنيه على الختم الحمد لله رب العالمين اي متمكن الحمد لله رب العالمين هذه طال عمرك ما هو جهد يوم هذا جهد اكثر من 32 سنه وانا امارس المهنه والحرفه وغير كذا اني حبيتها وعشقتها فهي تجري في دمي الله يعطيك العافيه والصحه يا رب ونشوفك من سنه لسنه باعمال جديده وتقدم لكن خلينا نتكلم عن صيف ابها كيف انعكاسه على عملك هل تزيد المبيعات عندك هل يكون في إقبال هل في زبائن لك يتواصلوا معك من خارج المنطقة طول السنة يطلبوا أشياء معينة طبعا الحمد لله رب العالمين فضل الله زبائني وعملائي من جميع أنحاء العالم مش بس من المنطقة من المنطقة ومن جميع أنحاء العالم يكون في تواصل الحمد لله ده الحين فيها طبعا التكنولوجيا الحمد لله ما عاد فيه رسالة بالجوال بالواتس يعني ممكن يرسل لي صورة أو رسمة أو تصميم وأبدأ أشتغله بشغل يدوي ويفضلون يكون انه يكون شغل يدوي يكون فيه ملمس خاص لكن التسويق للهويه العسيريه في هل في ابتكارات يعني في التصاميم تحديدا تسوق من خلال الهويه العسيريه شيء جديد يقدمه بنفس يعني الثيم عسير بس فيه في شيء عصري
هو شوف الحين طال عمرك نحن نصلح التراث العسيري والفضيات والحلي التقليدية بنمط خفيف وناعم يتناسق مع الجيل الحالي. صحيح. إيه نعم. والحمد لله رب العالمين، يعني كثير 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 من الأجيال الحالية يحبون اقتناء الأشياء تكون بالطابع العسيري، يكون فيها الحس العسيري والملمس العسيري من المشغولات الفضية. الحمد لله بفضل الله، حتى إلى درجة أن تمكننا الحمد لله أن ننافس في هذه الأشياء في هذا المجال بإذن الله. الأستاذ عزيز باحشوان، شكرا جزيلا لك، أنت مهتم بالحرف والثقافة في منطقة عسير، نتمنى إن شاء الله نشوفك عن قريب وأنت إن شاء الله في مزيد من التقدم بإذن الله. شكرا، الشكر جزيلا لكم وللتلفزيون السعودي، وشكرا لك يا أخوي عبد الله السمري على هذا اللقاء، وأتمنى أن تتكرر هذه الزيارات بإذن الله. ومرحبا ألف فيكم، حياكم الله. الله يسلمك. طبعا مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لكم على متابعتكم لصيف ديرتنا، راح نتواصل معكم بإذن الله طوال الفترة القادمة من هالمواقع السياحية المميزة، لكن لا أنسى أذكر الجميع أنه يتقيدوا بالإجراءات الاحترازية لضمان أمن وسلامة الجميع ولقضاء إجازة صيف ممتعة بإذن الله تعالى. مستمرين معكم في نفس المكان والزمان غدا بإذن الله تعالى بتغطية لصيف المملكة، صيف ديرتنا من جميع مناطق المملكة والسياحية والأثرية، ولا تنسوا تشاركونا على هاشتاغ برنامج صيف ديرتنا. نلقاكم بإذن الله يوم الغد، مع السلامة.